شو لازم نعمل؟ خلينا نشغل السيارة بالسيس. اوعك تقرب على ماشا، خليها معي، خليها ما تقرب على ماشا. وماشا بودي 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 اخواتي، اليوم معنا ماشا، واليوم لاخر مرة خلاص مولعة معنا، خلاص بدنا ننقذ ايمن التيوبر، صح ولا لا يا ماشا؟ صح. بعدك زعلانة يا ماشا؟ كثير زعلان. المهم اليوم لاخر مره خلص بدنا نتصل للدب الشرير خلص لحتى نعرف وين مكانه للدب. هالمره ما راح نخاف وما راح نهرب، وعلى اكيد هي اخر حلقه وراح نكمشه للدب الشرير ونحبسه وننقذ ايمن التيوبر. اوكي يا اخوان، جاهزين ولا لا؟ الكل اكتب لي تحت بالتعليقات جاهزين يا بودي، خليك قوي، اكتب هيك بالتعليقات. الكل كمان يكتب الله يحميك يا ايمن، الله يحميك يا ايمن، كل التعليقات هيك. طيب ما بدي اطول عليكم كثير وخلينا نبلش دغري نتصل على الدب الشرير. اوكي يلا يلا يا اخوان، راح اتصل هلا على الدب الشرير. وينه وينه؟ ورقمه ورقمه ورقمه. هذا طبعا انا جايبه من الدارك ويب. يا انا عم بتصل، شايفين؟ على فكره الدقه كثير شريره ماشا، بتخوف الدقه. يا الله، معقول يرد علينا؟ على فكره هو ينتقم منا. بتتذكر اخر حلقه وقت ما ركضنا انا وياك وكريستيانو رونالدو والدب، كيف تخانقوا مع بعض عشان سمع الدقه كثير شريره. يا الله، معقول يدق؟ معقول يرد؟ يا الله رد يا اخوان، رد ما شخاف. انت اللي عم تتصل بالدب الشرير، بنصحك ما تتصل. بعرف انك انت الدب الشرير، بس ليش هيك متغير صوتك؟ انا شرير اكتر من الشر نفسه. شرير هاي المرة اكتر من الشر نفسه؟ يا الله ماشا، شو الوضع؟ بقول احنا خلاص لازم ننزل من السيارة. ننزل من السيارة؟ لا خلينا لحظة، خلينا اسمع، وينو ايمن تيوبر؟ وينو ايمن تيوبر؟ حكيت مع ايمن كتير. لا بس اخر مرة بس اسمع صوته، شو وينو ايمن؟ ما في ايمن. اخر مرة يا دوب. رح خليك تحكي معه لاخر مرة. طيب ماشي يلا سمعني اياه. سلام يا بودي. ايمن وين انت؟ لسه يا بودي انا بالجبل. بعدك بالجبل ملعون؟ يا بودي انا بالجبل. طيب انا رح اجي، يلا رح اجي لعندك، لا تخاف رح اجي لعندك. يا بودي ارجوك تنقذني. بودي انا قريب. شو الدب شو بيحكي؟ قال هو قريب مني، انا وماشا. يا الله يا الله، شو قريب مني؟ هم معقولي هو قريب؟ وين ممكن يكون؟ تعال ماشا، ما هو يكون قريب علينا؟ طب وين انت؟ خبرنا وين انت؟ مش رح خبرك، بس انا كتير قريب عليك. قريب كتير عليك؟ ايش يعني قريب كتير علينا؟ وين معقول انه يكون ماشا؟ وين معقول انه يكون؟ يا الله، تعال نشغل السيارة ونهرب من مكاننا قبل ما يجي؟ يلا. لا تهرب؟ شو يعني لا اهرب؟ ليه ما بدي اهرب؟ رح ألحقك وين مكان. لأنه أنا بدي ألحقك وين مكان؟ شو لازم نعمل يا ماشا؟ ماشا الوضع بخوف. ما تردش على أهرب. اسمعي، أنا مش خايف منه للدب الشرير، وراح أضل هون. أوكي؟ راح أضل هون. يا الله، شو هالصوت؟ سمعته؟ يا اخوان انا وماشا سامعين اصوات غريبه عم تيجي وما بعرف من وين عم تيجي، ما بعرف من وين، حاسه انها عم تيجي بس وين هو انا ما بعرف. صوت هيك الدب هون او هون، ما عارف وينه. يا الله، عندي فكره كثير قويه. تعرفي شو؟ عندي فكره كثير قويه. شو رايك ان اشغل السياره ونحاول ان نهرب من هون؟ بدكش ننقذ ايمن؟ بدنا ننقذ ايمن، بس هو لازم بدنا نطلع على الجبل الملعون ونترك الدب هون، شكله الدب عم بلحقنا. شو رايك؟ ها؟ ماشي يلا، رح شغل السيارة ونمشي يلا. يا الله، شو هاد يا اخوان؟ الدب الشرير، شايفينه؟ يا الله، عم بقرب. يا الله، شايفيته يا ماشا؟ شايفيته؟ يا الله، هي الدب يا اخوان، هي الدب. يا الله، طب شو كيف نهرب هلا؟ ماشا كيف نهرب؟ كيف بخوف؟ ما كنت متوقع هيك انا. شو لازم نعمل هلا؟ ما بعرف. اجى لهون يا اخوان. هي هو. هي هو الدب. ماشا لا تخافي، مسكر السيارة.
السيارة منيح. لا تخافي يا اخوان هالطرق. ماشا لا تخافي ماشا ماشا لا تخافي ماشا يا اخوان. شو لازم نعمل؟ خايف اشغل السيارة اكسر السيارة. يا الله يا الله الطرق هون. ماشا جاي عندي. ايش 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 قولي له ابعد. روح من هون روح من هون. يا الله يا الله بده يكسر الازاز بده يكسر الازاز. ماشا ابعد عنه بده يكسر الازاز. بعد عنه يا ماشا 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 بعد عنه. ما رح يعرف يفتح الباب ما رح يعرف يفتح الباب. انا ما اقفله انا ما اقفله الباب ما رح يقدر يفتحه. لا اسمع ما رح يقدر يفتح. كيف فتح؟ كسر الباب كسر الباب. خليك اوعك تقرب على ماشا. خليها معي خليها ما تقرب على ماشا. لا تقرب عليها لا 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 لا. بعد عنه بعد عنه بعد عنه بعد عنه. لا اخ اخوان مرت 5 ساعات عن الشيء اللي صار من شوي وانا ما بعرف كيف هيك الدب عمل لي حركه واغمى علي وضلتني هيك بالسياره لمده 5 ساعات وهلا طلعت على البيت وصراحه مش عارف شو بدي اعمل. ماشا انخطفت وايمن يوتيوبر مخطوف وما عارف شو بدي اعمل. بس لحظه اجتني فكره كتير قويه. هلا تعرف شو بدي اعمل؟ بدي اتصل على الدب الشرير يلي موجود بجبل الملعون رح اتصل عليه لحتى اعرف شو صار بماشا وشو صار بايمن تيوبر. يمكن فيها نحررهم يا اخوان. هلا بدي اتصل على الدب الشرير لحتى هاي. ماشي هلا سمعين سمعين الدقه الشريره الدقه الشريره. معقول يرد؟ بدي اشوف وين ماشا. الو انا الدب. ايه بعرف انك انت الدب الشرير. وينها ماشا؟ الله الضحكة الشريرة. وينها ماشا عم بحكي معك؟ ماشا قدامي. ايش؟ قدامك؟ رح افتح فيديو تشوفه. شو بدك تفتح فيديو تأرجيني اياها؟ يلا افتح. يا الله ماشا ماشا يا اخوان هاي ماشا. شو عملت فيها؟ انت ما دخلك يا بودي. لا لتكون عملت لها شيء؟ أكيد لا هي صديقتي. طيب ليش نايمة؟ أنت ما دخلك يا بودي. أكيد أنت عمل لها شيء بالله عليك خبرني. بودي أنت بتعرف أنا شرير؟ بعرف أنك أنت شرير بعرف أنك أنت شرير بس ما تعمل لها شيء. طيب شو عملت هي؟ ما عملت شيء بنت بريئة. هي اللي خلتك تعرف وين أيمن. هي اللي خلتني أعرف إنه وين أيمن تيوبر؟ طب ايه عم تساعدني؟ طيب طب هي خيرية وانت شرير. طب وانا خبرني وانا 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 هلا قصدي مش وانا انه ساعدني لحتى اعرف وانا. وانت ليش عم تسأل؟ انه بلكي خبرتني وانا. طيب بدي ساعدها. رح ابعت لك خريطة لتعرف مكانها. ايش بدك تبعت لي خريطة لحتى اعرف وانا؟ وين رح تحصلك على تليفونها. اوكي على التليفون رح تبعت لي خريطة لحتى اعرف وين مكانها. اوكي 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 ماشي 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 تمام. يعني رح ساعدها يعني انا اذا بدها. اوكي تمام. طب وين ايمن تيوبر؟ على السريع خبرني وين ايمن تيوبر. ليش عم تسأل؟ فيني احكي معه؟ ايمن تيوبر وينه؟ كمان جنبي. هو جنبك الحين؟ طب اعطيني اياه على السريع. اعطيني اياه. يا الله لك هذا ايمن تيوبر. ايمن سمعني؟ سامعك يا بودي سامعك. وانا سامعك انا سامعك. دخلك شو عم تعمل؟ هل انت وضعك تمام؟ جوعان يا بودي ما في اكل. شو؟ ما بطعميك اكل؟ يا دوب طعميه اكل طعميه. انت ما دخلها. لك شوفوا ضعفان ضعفان يا حرام. هذا الشيء ما بيعني. يا الله ايمن تيوبر. طب خلص فينا ساعد كمان ايمن تيوبر كمان. انا بعت الخريطة لانتقم منها. انت بعت الخريطة لحتى كمان تنتقم مني؟ ما بتقدر. انا وراي متابعيني انا وراي متابعين. الكل يحط لايكات يا اخوان. اللايكات بتضعف للدب الشرير. الكل يحط لايك عشان يضعف الدب الشرير.
انا ما بضعف يا بودي. ايه انت بتضعف. سامع سمعين صوته كيف هيك اتضايق بس حطيته لايكات؟ كتر لايكات. ارجوك يا بودي ساعدني. هياني جاي يا ايمن، هو بعت لي الخريطه وما بيعرف ان احنا اقوياء انا والمتابعين. جاي يا ايمن جاي. يلا سلام يا اخوان. انا رايح حاليا هلا عند ايمن يوتيوبر الدب الشرير، بعت لي الخريطه وما بيعرف ان احنا اقوياء وبنقدر نهزم مع بعض. يا اخوان انا حاليا رايح وما راح تفرق معي، بس بدي اقول لكم شغله، الكل يحط لايكات على هذا الفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيه عشان كل فيديو بينزل تفوتوا تحضروه اول العالم. ما تنسوا تتابعوني انستغرام، هذا اسم حسابي رح تلاقوه تحت بالديسكربشن، لانه بنزل ستوريات اول باول شو بصير معي مع الدب ومع ماشا كمان. يلا بسرعه بدكم شيء اخواتي، استنوا الفيديو اللي بعده. سلام.